السلام عليكم. تعالوا نبص على الكويستشن ده كده. هنا بيقول لي set property to button الباك جراوند كولر هيبقى اورنج، set property البوتوم button هيبقى الباك جراوند ريد، وبعد كده بيقول لي set property to button بقت بلو، وبعد كده set property البوتوم button الباك جراوند كولر بقى جرين. هنا هو جايب الست بروبرتي مرتين، مره مع التوب button ومره مع البوتوم button، بس مكرر كل يعني بيغير البروبرتي مرتين. طبعا قلنا قبل كده في الاي بي كورس ان اخر فاليو دايما هي اللي بتبقى موجوده في الاوبجكت. يعني هنا في لاين نمبر 1 الباك جراوند كلر بتاع التوب button هيبقى اورنج، بس اتغير في لاين نمبر 3 وبقى بلو. يبقى هي دي اللي انا باخد بيها لما يقول لي الكرنت باك جراوند كلر بتاع التوب button هتبقى بلو، ولو قال لي الكرنت باك جراوند كلر بتاع البوتوم button هتبقى ريد. ابص بقى على الكويستشن بيقول له what will be what will the background color of the top button be when the program is finished running. طبعا احنا بنمشي من line number 1 لحد line number 4، فالانسر هتبقى بلو. ليه؟ التوب button كان بادئ بأورنج وبعد كده اتغير بقى بلو، واحنا دايما بناخد اللاست فاليو. شكرا، السلام عليكم.